الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية أكد الله تعالى أمر الآخرة، وأنه، أي هذا اليوم، حق وصدق لا بد منه، أي أن هناك قيامة، وأننا سنجمع في ذلك اليوم للسؤال والحساب ولعرض الأعمال للميزان. والعاقل الذكي هو الذي يسرع إلى تنفيذ أمر الله، وهو الذي يصدق ربه ويصدق المرسلين ويعمل بما ينجيه في ذلك اليوم. واتقوا يوما، إذن هو حق وهو موجود ولا بد منه، الله يخوفنا من ذلك اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا رد على الملاحدة والزنادقة والكفرة الذين ينكرون الآخرة والذين ينكرون الجنة والنار والذين ينكرون البعث بعد الموت والسؤال والحساب وينكرون الجنة والنار. هذه الآية وحدها تكذبهم، ترد عليهم وتثبت أن ذلك اليوم واقع لا بد منه، وهذا يجب الإيمان به، أي التصديق والإيمان بأن هناك يوما يحاسب فيه العباد بعد الموت، وأن هناك قيامة بعد الموت، وأن هناك آخرة. وأما الذين يقولون لا جنة ولا نار ولا آخرة، ويقولون من مات فذهب ورأى ورجع وأخبر، وبالعامية لعنهم الله، يقولون مين راح شيف إجا وخبر، نقول لهم: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا القرآن،
هذا القرآن، هذه آيات الكتاب الذي حفظ من التحريف، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها. الله يقول لا ريب فيها، لا شك فيها. فمن كذب الله فليس من المسلمين، ومن كذب القرآن فليس من المؤمنين، ومن كذب الأنبياء فمن الكافرين، ومن كذب الإسلام فمن أهل الجحيم والسعير، إن مات على ذلك إن لم يرجع للإسلام بالشهادتين. أيها الإخوة، إن من عقائد الإسلام ومن عقائد الأنبياء والملائكة والصحابة والآل، إن من عقائد الدين الإيمان باليوم الآخر، كما في حديث جبريل المشهور قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا من أركان الإيمان، هذه الأمور الستة هي قواعد الدين والإيمان. وأن تؤمن باليوم الآخر، هذا من عقائد الأنبياء، فيجب الإيمان بذلك بلا تردد، ويجب تصديق ذلك بلا شك، ويجب الاعتقاد الجازم بأنه حق واقع وصدق لن يتخلف. لماذا؟ لأن الله أصدق الصادقين، ولأن الله أصدق القائلين، ولأن الله أخبر عن ذلك اليوم، ولأن القرآن أثبته، ولأن الأنبياء الذين أيدهم الله بالمعجزات علموا وبينوا وأمروا الناس أن يؤمنوا باليوم الآخر. فكيف بعد كل هذا ينظر إلى قول زنديق أو ملحد؟ كيف بعد هذا يلتفت إلى قول كافر ومكذب لله؟ لا بد أيها الإخوة، لمن أراد النجاة أن يسلم لربه، لا بد للمؤمن وأن يسلم لما قاله القرآن، وإلا فمن عارض القرآن فليس من المسلمين. والقيامة بعد الموت، بعد أن تبلى الأجساد التي بليت، يعيدها الله بقدرته وتعود الأرواح إليها، وتتشقق الأرض، ويقوم الناس للحساب وللبعث والحشر. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث والحشر والقيامة والسؤال والحساب والميزان وأخذ الكتب، هذا كله حق وصدق، وبعد ذلك إلى جنة أو إلى نار.
فالمسلم مخلد في الجنة، والكافر مخلد في النار، والمسلم العاصي الذي كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة ودخل النار فلن يخلد فيها، مصيره بعد ذلك إلى الجنة، لأن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والبيهقي: يخرج قوم من النار، لاحظ، يخرج قوم من النار، يعني هذا من المسلمين العصاة الذين دخلوا النار، ليس من الكفار، لأن الكافر لا يخرج من النار. يخرج قوم من النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة محمد. دليل آخر في نفس الحديث على أنهم من المسلمين العصاة، لأنه قال بشفاعة محمد، والكافر لا شافع له، الكافر لا أحد يشفع له، فلمن يشفع الأنبياء؟ لمن يشفع الملائكة؟ لمن يشفع الشهداء؟ لمن يشفع الشفعاء؟ للذين ماتوا على الإيمان، للذين ماتوا على الإسلام. أما من مات على الكفر فلا تنفعه شفاعة ولا تحصل له، لأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولأن الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى الإسلام دينا له، آمن بالله وبكتابه وبنبيه، هذا الذي يشفع له الشفعاء، لمن مات على الإسلام. فلاحظوا إلى قوله عليه السلام: بشفاعة محمد، يعني هؤلاء ماتوا على الإسلام من أهل الكبائر لكنهم لا يخلدون في النار. أما من مات على الكفر، إن كان من الكفار الأصليين، ما معنى الأصليين؟ يعني الذين ولدوا بين أبوين كافرين ونشأوا وبلغوا على ذلك، هؤلاء من الكفار أو من المرتدين. ومن هو المرتد؟ من كان مسلما ثم كفر. فإذا سئلت: هل يكفر من الناس بعد الإسلام؟ قل: قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يرتدد منكم عن دينه، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لاحظ: في الدنيا والآخرة. وفي آية ثانية: إن الذين آمنوا ثم كفروا. وفي آية ثالثة: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. وفي آية رابعة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إيمانكم. هذه الآيات دلالات واضحات صريحات على أن من الناس من يكفر بعد الإسلام والعياذ بالله. فهذا الذي مات مرتدا أو كان من الكفار الأصليين وكانوا من المكلفين يخلدون في جهنم إلى أبد الآبدين. إخواني، لا طاقة لنا بعذاب الله، ولا قبل لنا بالنار، لا نتحمل شيئا من عذاب القبر، فكيف بعذاب جهنم؟ انظروا وخذوا العبر. مرض يقولون لا يرى بالعين المجردة على حسب قولهم، أرعب الدنيا، غير النظم، زلزل الحكومات، دمر الجيوش، عطل المطارات، أوقف السفن، أوقف القطارات، مرض. وهذا ليس من قيام
القيامة وليس من أهوال القيامة مرض، يقولون لا يرى بالعين المجردة على زعمهم. انظروا ما الذي فعله في الدنيا، غير نظام الدنيا، فكيف بأهوال القيامة؟ كيف بعلامات الساعة الكبرى؟ وكيف بعذاب القبر وأهوال القيامة وعذاب النار؟ والله يقول ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أهوال عظام، الشمس تظلم يطمس ضوءها، وكذلك القمر يلفان ويرميان في جهنم، النجوم تنكدر، السماوات تتشقق، والأرض تتزلزل، والبحار تتفجر نارا من أسفلها. أهوال عظام، أين المفر؟ أين الملجأ وأين المهرب؟ لا يكون إلا بتقوى الله، لا يكون إلا بالتمسك بالإسلام وبمتابعة النبي والتزام القرآن. في هذا النجاة، في هذا الأمن والأمان، في هذا الفوز والنجاة. أمر مخيف، وجيء يومئذ بجهنم، نسأل الله السلامة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يؤتى يومئذ بجهنم، أي بعنق منها، ليس بكلها، هي تحت الأرض السابعة، لكن الملائكة يأتون بجزء بعنق منها وهو متصل بها. يؤتى يومئذ بجهنم ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرون قطعة جزءا من النار، فيصير فوق موقف القيامة من عظمه إذا رآه الكافر يكاد يموت، يكاد يموت لكن لا يموت، يكاد يتمزق قلبه من الفزع لكن لا يموت، يظن أنه سيقع عليه، مع أن هذا ليس كل النار، ليس كل جهنم، بل هذا عنق تجره الملائكة من النار. انظروا إلى هول من أهوال القيامة، يقفون مدة هكذا من شدة الهول، لا يتكلمون، هكذا من شدة الرعب، وفي وقت من الأوقات أعضاؤهم جلودهم تشهد عليهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإلى أين المهرب؟ وإلى أين المفر؟ إلى تقوى الله، للتمسك بالإسلام والقرآن، بمتابعة سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، بتجنب الكفريات. أما الذي يموت على الكفر، يموت على غير الإسلام، يموت على مسبة الله، يموت على مسبة القرآن، يموت على مسبة الشريعة الإسلامية، يموت على مسبة الكعبة والصلاة والصيام، الذي يموت وهو يعترض على الله، الذي يموت وهو يشبه الله بخلقه، الذي يموت وهو يعتقد أن الله ضوء أو روح أو جسد أو جسم أو قاعد في السماء أو في العرش، فإلى جهنم وبئس المهاد، فإلى النار وبئس القرار. الذي يموت وهو ينسب الأنبياء للكفر، يقول موسى يهودي، عيسى نصراني وثني، عيسى شرب الخمر، داود ظلم وفسق وفجر، أو يقول إن يوسف زنى، أو يتهم الأنبياء بالكفر والفسوق ومات على ذلك، يخلد في جهنم. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام،
يا إخواني في الله، أختم بهذه النصيحة: لو أن الأمر كما يقول هؤلاء الكفرة من أدعياء المشيخة، إن الإنسان إذا أحسن للناس يدخل الجنة ولو كان يهودياً أو نصرانياً أو بوذياً أو مجوسياً، وأن الأمر متوقف على حسن المعاملة، لو كان الأمر هكذا فعلى زعمهم ما الفرق بين محمد وبين فرعون الذي ربى موسى وأحسن إليه؟ فرعون ربى موسى وأحسن إليه، فهل يساوونه بمحمد أو بموسى أو بعيسى؟ هل يساوون الكفر والفسقة الذين يسبون الله ويعبدون غيره، يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون برب العالمين ويكفرون بالأنبياء والمرسلين؟ هل يساوونهم بالأنبياء والأولياء؟ إن الدين عند الله الإسلام. لو كان كما يزعمون، النار لمن خلقت؟ لو كان كما يقولون، فالنار لمن وجدت؟ إن كان كما يزعمون، لماذا بعث الله الرسل؟ أليس قال في سورة البقرة: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لاحظ، مبشرين ومنذرين. مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. لماذا قال الله في القرآن على زعمهم: إنه من يشرك بالله، احفظوا هذه الآية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو كان كما يزعمون، لماذا أنزل الله الكتب؟ لماذا بعث الرسل؟ لماذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ رأيتم هؤلاء يدعون إلى الكفر. وأنا أنصحكم لله، لعلي لا ألقاكم بعد اليوم، لعلي أموت الآن، لعلي أموت الآن أو بعضكم يموت اليوم، لعلنا لا نلتقي، الموت يفرقنا. أنصحكم أن تتمسكوا بالإسلام إلى الممات، أن لا تتراجعوا عن الدين إلى الممات، أن لا تتركوا التوحيد والتنزيه والعقيدة لو قطعتم وذبحتم وحرقتم، لأنكم بالإسلام تدخلون الجنة. لا تلتفتوا للغوغائيين، لا تلتفتوا للناعقين والنابحين الذين يبيحون الكفر ويدعون الناس إليه ويحذرون الناس من الإسلام ويطعنون فيه والعياذ بالله. هؤلاء يدعون الناس إلى تكذيب رب العالمين، إلى الكفر بالله، إلى دخول النار. يحذرونكم من الإسلام والإيمان، لا يريدون لكم الجنة، يطعنون في الإسلام ويقولون حرية الرأي والعقيدة والكلمة، ليصلوا إلى مسبة الأنبياء، ليصلوا إلى التشبيه والتجسيم وإباحة الشرك والكفر والضلال. القرآن يكذبهم. أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الذي قال الله فيه عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.